اول حاجه خاص الناس يعرفوا انه مدونه ولا بلوغوز هي واحد الانسانه اللي كدير الاشهار حيت بزاف ديال الناس اللي كيمشيو غالطين وكيقولوا اه هذه كدير الاشهار كل نهار هذه كدير الاشهار كل دقيقه ولا شي حاجه مدونه هي واحد الانسانه اللي الخدمه ديالها لانه هي راه خدمه الخدمه ديالها هو انه دير الاشهار ولكن من مدونه المدونة كتختلف الاشهارات كاينه اللي كدير الاشهار ولكن بقناعه انها مقتنعه من البرودوي اللي كتخدم معاه وكاين اللي كدير الاشهار غير حيت هذا خلصها ولا هذا عطاها البرودوي ولا يعني ما مقتنعاش اصلا من ديك اللي كدير يعني كاينين شي مدونات اللي كيديروا شي دي برودوي اللي يضروا الناس ومع ذلك كيهضروا عليه وكاينين مدونات اللي ما كيختاروش اي حاجه وما كيخدموش مع اي ماركه ولو تخلصيها ما عرفت شحال ديال الفلوس آه هادوك التلفازه كتقدري تخلصيهم على اي ماركه كيف ما بغات تكون ما كيهمهمش. كضر كتدر ما كضرش كتخلصيه كيدوز لك الاشهار ديالك مدونه اول خدمه ديالها اللي هي خاصها تكون صريحه وكيفاش و... كنقول لها تكون غود اه الناس يكونوا كيثيقوا فيها تكون عندها مصداقيه فوالا هذا هو الكلمه تكون عندها مصداقيه للناس الناس كيتيقوا فيها يعني اكزاكتومون اللهم نضر راسي ولا نضر عشرين الف واحد كيتبعني كي حيت انا شتي دابا حنايا متواجدين في الصالون ديالي ياك والناس اللي خدامين معايا يقدروا يقولوا لك انا بزاف ديال الناس كيجيو كيبغيو يعطيوني دي برودوي نبيعهم نصايبهم ليساج ولا شي حاجه كيقول لي انا البرودوي ديالي واعر كنقول له شوف البرودوي ديالك غزال اي حاجه بغيتي تقولها عليه اه ولكن انا خصني نجربه منين نجربوا انا ونشوفوا انه زوين عاد نديره للناس المدونه خدمتها هي هذه هي المصداقيه ماشي حيت عطاك شي واحد برودوي غادي خرج جديد ولا شي حاجه ولا خلصني ولا عطاني الفلوس انا غادي ناخذ واخا سيدي بغيتني ندير لك هذا اجي نجلس انا وياك قول لي هذا لو هذا شنو فيه مناش مصايب شنو هما الاضرار شنو هما الحوايج الجانبيه السلبيه والزوينه وديك الساعات انا نشوف نجربو واحد السيمانه جوج سيمانات الا فريمون عجبني البرودوي غنخدم معاك شوفي ما بقاتش في بزاف د المتابعين بقات في في لا المتابعين واش المتابعين ديالك كيثيقوا فيك راه يعني يقدر وحده يكون عندها آلاف والناس ديالها ما تيتيقوش فيها ويكون وحده عندها 2000 وكلهم كيتيقوا فيها على حسب هذا الشيء كله كنرجعوا للمصداقيه الا كانت عندك مصداقيه الناس كيتيقوا فيك وخدمتك كتكون زوينه وكتكون نقيه ما كتخدميش مع اي واحد الحوايج اللي بصح كتبارطاجيهم مع الناس كيمشيو كيلقاوهم بصح كيف ما قلتي يعني بزاف ديال الحوايج اي دابا الناس بصح كيبغيو يجمعوا شويه ديال لي فالوور تقول لك انا بلوغوز لا بلوغوز راه ماشي هادي راه بلوكوز راه بزاف ديال الخدمه دابا دي انا منين كنت يلاه بديت لو بلوغينغ ما كانت شي بلوغوز في المغرب كنت اول وحده عليها كيعيطوا لي لا بلوغوز نيميرو 1 أه انا ديك الساعات الناس ما كانوش كيعرفوا بلوكوز وما كانوش كيتقبلوا هذا الموضوع ديال البلوكوز بديت من زيرو واليوم الحمد لله انا عندي خمسين الف اكثر من خمسين الف 100% فالوور ما شاريه منهم حتى حاجه حيت انا وكا كنت بغيت نشري وكاني وصلت لجوج وثلاثه واربعه د المليون مي انا ديكشي ما تيهمنيش الرقم ما تيهمنيش كي كيهمني لو غوتو ديالي مع الناس كيهمني كو ل اللي كان ماشي برودوي كذاب الموضوع اللي كنهضر فيه ماشي موضوع كذاب يعني بلوغوز علاش كنقول لك ما خاصهاش تقبل اي حاجه لانه الناس كيتبعوها حيت كيتيقوا فيها بزاف ماشي ولاو فيه فيه بزاف 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 فيه الكذابات فيه اللي عايشين في انستغرام والحقيقه ديال الحياه ديالهم ماشي هي هذيك آه فيه فيه الكذابات بزاف انا كنعرفهم بعدا بزاف بزاف في الكذابات فريمون آه كيكذبوا على الناس كيكذبوا على راسهم قبل ما يكذبوا على الناس حيت حيت راه منين كتكذبي على الناس شوفي كاينين الناس اللي كيكذبوا على راسهم وكيتيقوا يقول الكذبه اللي اللي كي كيكذبوها دونك الناس فورسيمون كيتيقوا كد... كي ديك الكذبه حيت ما عارفينش الحقيقه شنو فيها فهمتي يعني هذا آه انستغرام السوشيال ميديا يا اما تزيد بك لقدام الى عرفتي تخدميها يا اما غترجع بك اللور وتديك للتهلوكه الى ما عرفتيش ليها فهمتي حيت انستغرام زوين كنقدروا نستافدوا منه ولا يوتيوب ولا اي سوشيال ميديا اي حاجه في السوشيال ميديا زوينه كنقدروا نستافدوا منها الا عرفنا كيفاش نديروا نستافدوا منها الوغ كيف قلت لك انستغرام ولا لي سوشيال ميديا كاملين هما حويجات زوينين حيت نقدروا نستافدوا منهم ونقدروا نفيدوا الناس معنا فيهم كيف نقدروا نتضرروا روحنا منهم ونضروا بزاف ديال الناس معانا فيهم يعني خاص الواحد يعرف كيفاش يستعمل لي ريزو سوسيو راه بحال هكا بزاف فريمون آه لي ريزو سوسيو راه راه شي حاجه خطيره اما خطيره زوينه اما خطيره خايبه alors غادي نفسر لك واحد الحاجه على الكلمه ديال الفابور ومن بعد نمشي لك على حاجه بحاجه هو عايشين فابور ما نقدروش نقولوها لانه اي حاجه بحال دابا نعطيك ان اكزومبل انا اوتيل عيط ليا باش ندير له لا بروموسيون بغيني ندير له الاشهار فورسيمون خاصو يعطيني اون اون او 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 نويتي فهمتي يعني هذا كان كنست... كن... كنقول عليه انا ان ايشونج دو مارشانديز ما يمكنليش نقول عليه فابور باغ كونطخ كاينين دي بلوغوز اللي زايدين فيه بلا قياس تعيط لهادي صيفط لي الحوايج تعيط لهادي صيفط لي الماكله تعيط لهادي عطيني ما نعرفش شنو فهمتي زادوا فيه كيطيحوا براسهم وبينه بهذا الميدان ديال لو بلوغين كيوليو طلابات كيوليو يديروا كل شيء فابور كيولي يلبسوا فابور ياكلوا فابور ينعسوا فابور يفيقوا فابور ان سيغتان مومون كيولي داكشي البساله اكزاكتومون هذا النوع هو اللي يقدر يدير لا بوبليسيتي لاي واحد فوق ما كان فين ما اللي عطيتيه هذه تقول لك سي لا ميور هذه احسن ما كاين هذه سي لا فهمتي يعني هادوك النوع هما اللي كيقيلوا يطي, يطي, يطي يقدروا يطيحوا من لا كريديبيليتي ديال واحد اخرين الوغ نهضروا على الفرق ما بين انستغرام ويوتيوب ما يمكن ليش نقول لك انا انه كاينه لاكريم خيمنا هنا ولا خيم لانه انا بالنسبه لي الناس كلهم سواسيه غير هو يوتيوب آه علاش كيكونوا فيه مثلا الناس جايين اللي ما فحالهمش ولا ما نقدرش نقول فحالهم لان ما كنبغيش نطيح من الناس كاع فرق الطبقات كل واحد كيحمد الله ولكن كل كلنا سواسيه وكلنا فقراء تحت الله هذاك اللي كيقول لك اه هذاك فقير عرفوا هذاك ولد الجوع ما كبرش في الخير حيت انا بالنسبه لي انا بحالي بحال اللي قل مني بحال اللي غير هو يوتيوب كيعاون الناس اللي بصح ما عندهمش كيقدروا بحال دابا الروتين اليومي وديك الشيء علاش هما مساكننا دو كيديروا هذا الشيء دابا انا من ناحيه كنعذرهم ومن ناحيه وحده اخرى نقدر نعطيهم نصيحه كنعذرهم علاش لانه يوتيوب كيخلص ماشي بحال انستغرام انستغرام خاصك دير ان كونتينيو خاصك تخدم على لو كونتينيو ديالك باش كيخدموا كي معاك ماركات عالميه وماركات زوينه وكتخلص مزيان يوتيوب لافونتاج ديالو هو انه شحال ما طلعتي دي لي فيو شحال ما كيخلصك كي يوتيوب متاح لاي واحد اي واحد يقدر يدير فيديو في يوتيوب كيف ما بغات تكون انا كبرت في فاس كبرت في عائله مزيانه الحمد لله ما كان كيخصنا حتى خير بابا كان عنده الفلوس كان دار فيت. ولكن الحمد لله بقينا عايشين في لو ميم في نفس المستوى اللي هو الشبعه والخير يعني ما كانش كيخصنا حتى شي حاجه ما ما, ما كان كيخصنا حتى حاجه والحمد لله هذيك لا سيتوياسيون هي اللي خلات كل واحد فينا يكون قوي ويعتمد على راسه لانه انا كنظن انه كا كان بابا بقى ملايري وكراني كنتسنى بابا اليوم يجي يعطيني مصروفي ديال السيمانه ولا ديال الشهر ولكن حيت لا سيتوياسيون تبدلات هي اللي خلات فيا نكون شنو انا اليوم لا فيغيتي <applause> انا ما قريتش بزاف بحال خوتي خوتي كلهم عندهم دي ماستر دي تخوك اللي قاري في كندا اللي كل واحد فين قاري انا بغيت نقرا دغيا ونخدم دغيا بالعكس جيتي لا بلوز انتيليجونت انا خويا سيونس مات بي Et, euh, et j'étais à deux doigts de faire science matin, je n'ai pas les matières scientifiques. Et j'étais très intelligente et je développais rapidement euh, les, les trucs. je me suis dit, business suis un homme, je 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 suis un من بعد دخلت لاميناجمون دانتيريور لا ديكوراسيون دانتيريور منين دخلت لهاد لو دومين عجبني قريت قريت في مدرسة اللي معروفة في كازا بلانكا ديال ديال لاميناجمون دانتيريور خدمت فيه بوندون 3 زون وديك لي 3 زون اللي خدمت فيها ديال لاميناجمون دانتيريور جمعت فيها واحد البركة وبديت آه، لونغلوري ديالي اللي كانت فريمون صغيرة في الاول وخدمت عليها حتى رديتها الحمد لله اليوم كبيره انا من نوع ديال الناس لي جو سوي امبيسيوز عزيز عليا نديفلوبي الخدمه ديالي وما كيعجبنيش نبقى في لو ميم ستاطو كيعجبني نبدل ماشي نبدل ن... عندي لونغلورين نزيد معاه شي حاجه وحده اخرى انا في اي حاجه كتمشي مع أه الروح طيبه فهمتي سافديغ دابا انا بديت ليفينمونسيال Anéantir il y a les événements, il y a la joie, il y a la farha il y a l'énergie positive. الحياة أنا بحال هكاك لونغلوغي جادوغ باسكو عندي واحد الروح واحد الحياة زوينة في فل لو صالون ديالي أه, لو بلوغينغ بديتو باسكو فيه واحد النشاط واحد الحياة وانتي كتعطي ديك لينيرجي بوزيتيف للناس راه راه هاديك بوحديتها عندي فيها الأجر مع الله شتي راه منين كنفيق الصباح وكندير ليهم ستوغي وبزاف ديال الناس كيصيفطو ليا دي ميساج وكيقولوا ليا لي والله إلا أسماء طلعتي لها المورال جو سي كو ربي كياخد ليا الحسنات في ديك دونك انا اي حاجه فيها الخير فيها الجمال فيها الروح الطيبه فيها لينيرجي بوزيتيف كتلقايني فيها غنقول لك واحد الحاجه محرج الا كان شي وحده اللي كبرات بزاف وما دارت حتى حاجه في حياتها وما خدمتش وحاضيه فلانه شنو دايره وشنو دايره الحمد لله انا اليوم جو سوي اون مامون قاده بنتي تنخدم كنعطي ليكزومبل ديال لا فام فورت اون نو با بي سي لي برا سي با باسكو انا مرا كو ما غنقدرش نخدم ولا ما غنقدرش ندير الوجود ديالي في, في الساحه ديال ديال المعركه كيف كنقولوا ليها انا بحالي بحالي بحال 10 الرجال ماشي غير راجل انا نعطيك ليكزومبل هو انني انا حققت احلامي الراسي لا لا مع بابا ولا مع راجلي انا بابات إليانا يعني احسن حاجه أعطاني في هذه الدنيا هي بنتي الله يخليها ليا اعطاني بزاف ديال الدروس في الحياه بصح وديك الدروس هما اللي كيزيدوا يقويوني كل نهار واللي كيخليوني انني كل نهار آه ماشي نوريه هو بالعكس نوري لاي فم في ديالي انه حتى شي راجل ما يقدر يحدد لك الاحلام ديالك ما كرسنيش الطلاق بالعكس قواني وشوفي راه كيوصلوني بزاف ديال لي ميساج ديال لي فام ديفورسي لي فام كي سون اون كور دو ديفورس كنقول لهم تشبتوا بالاحلام ديالكم بزاف ديال البنات اللي فريمون قطعوا ليا قلبي اللي مسكينه الي انديبوندونت صافي دير راجلها هو اللي كان اه كيصرف عليها كتلقى راسها بين ليل ونهار ما عندها لا خدمه لا هذه لا هذه كتقول فين غنمشي شنو غندير كنقول لها شوف قولي كو انا مرا كيف كنت قاده بشغل ديال داري وراجلي وهذا راه نقدر ندير بزاف ديال الحوايج واحد اخرين راه الرجال هما بلا بينا والو انا بالنسبه ليا انا بوتيت طلاق هرس فيا حاجه وحده ثقة فهمتي مي الحمد لله عندي ميسور عندي بزاف ديال الناس اللي كيبغيوني واللي كانوا مع اللي كانوا واقفين معايا بوندون pendant... آه صافي با لونطون راه صافي 3 موا باش طلقت الحمد لله اليوم كتشوفيني كتقولي هادي راه يمكن ما ما تزوجات علاش باسكو كنشوف شنو هي الحوايج اللي خلاوني نطلق ديك الحوايج كنردهم اهداف كنقلب من نيجاتيف للبوزيتيف يعني انا اي امرأة اليوم كنقول لها واخا تكوني مجوجة راجلك كتبغيه الله يخليه لك حتى انا راه كنت كنبغي راجلي وراجلي حتى هو كان كيبغيني وكتشوفي كتقولي هذا ما عمرو يقدر يبقى بلا بيا حرام الرزق دونك راه اي وحده تقدر تكون في هاد لا سيتوياسيون تو افيك ان بيبي اللي مازال صغيره اللي ما كنبغيش بنتي حتى هي تضيع وخاصها تشوف باباها دونك فورسيمون حتى انا كنشوفو فورسيمون كان عندنا لو كونتاكت واخا انا ما باغاش لو كونتاكت ولا بيتيت هو حتى هو ما باغيش لو كونتاكت مي بزاف علينا يعني انا في واحد لا لي صعيبه بزاف لي آه لي خاصني آه خاصني الراحه بنتي هي أول حاجة كنشوف، راحة بنتي كنشوف خدمتي، كنشوف مستقبلي، بزاف ديال الحوايج اللي مازال بوغ لانسطو ما كنقدرش نديرهم سوغ انستغرام، اللي الناس كيسولوني عليهم بزاف بحال لي لي, لي توتوريال، هذه تخوا موا ما كنديرش بزاف حيت على قد الجهد ديالي، "جو دو ديميناجي من الدار" أه... "جو نو با ستابل ا 100%. يعني عندي بزاف ديال لاغسيلمون مورال"، الجرح أه... مازال جديد. و لا سيتوياسيون راه مرونه يعني راني طالعه هابطه ما كتعرفيش مره توي <applause> بيان مره تشو ني با بيان مي الحمد لله جي دو غاردي ليسبوار ربي جو سي كو معمر ما غيخليني حتى ما كاديش الناس ما عمري ما كان حتى واحد وما كان جي ما نقدرش شتي انا بودارع كنخاف منه ما نقدرش نصطم عليه سرق الزيت بودارع بالفاسيه <تصفيق> <تصفيق> حنا فاس كنقولوا بوداره المهم سراق الزيت ما نقدرش ناديه يعني بصح كو دي فوا كندوز من دي مومون دو فيبليس تنيا تنقول راه بزاف عليا هذا الشي كامل عندي ان صالون كو جو دو جيغي بيرسونيل كرا كله خاصو يتخلص عندي بنتي باللوازم ديالها عندي البيرسونيل في الدار لا نونو السيده اللي خدامه معايا شيفور المصروف راه هذا كله تيخرج مني الحمد لله انا ديما عايشه في لو ميم نيفو شتي لو نيفو اللي تجوج فيا به راجلي هو اللي باقيا فيه هو اللي كنت فيه هو اللي ما زاد عليا ما نقص عليا في انا في الكونطرا ديال لو ديفورس اه تنازلت على اي حقوق و اه ليه في لو كونطرا انه بنته يجي يشوفها فوق ما بغا ما كاينش ديك مره في السيمانه الويكاند فوق ما بغيتي كل نهار بغيتي تجي تشوف بنتك حيت انا منين كندخل كنلقى بنتي كتضحك وكتلعب مع بعض هذيك هي الدنيا وما فيها انا جو نو سو با دي تو دو بيرسون ولكن شتي حاجه واحده اخرى الناس تيشوفوا لا الفرصاده كيف كنقولوها شتي انا نهار نخرج نعاود لا انا ما كنبغيش ندير البوز حيت الا بغيت ندير البوز نهار نعاود شنو كنت حيت كاينين بزاف ديال الناس اللي كيخرجوا الاسرار انا ما كنبغيش نخرج الاسرار ديال الدار شوف نقول لك شتي شنو هو دي فوا كت- كتدوزي من من شي حوايج فريمون صعاب كيخصكي تخرجي تعطي لينيرجي زوينه للناس، الناس ما تيفهموش هاد الشيء، فهمتي؟ شحال من حاجة فريمون تعذبت فيها، تعذبت بزاف، ولكن ما عمري ما عمري في حياتي ما خرجت عاودت عليها، حيت اا زعما النهار انا انسانه كنصبر بزاف 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 شتي نقول لك نعاود لك غير على النهار ديال الولاده ديال إيليانا، يمكن ما كاينه شي وحده تعذبت قد ما تعذبت 22 اور دو ترافاي ماما مسكينه كانت كتخرج كتبكي كتقول لهم غتموت وشوفي ما كنهضرش غوته وحده ما سمعوهاش من عندي انا انسانه كنصبر بزاف وتعذبت بزاف في لي سنوات ديال ديال لو مارياج، ماشي من راجلي، فهمتي؟ ماشي من راجلي، بطيط شي نهار نقدر نهضر على هذا الشيء حيت هو ظريف، ظريف، ولد الناس، مدب نية، ولكن كي-كيميل بزاف البودين. هو حنين، ظريف، قلبه كبير، ولكن تعذبت من واحد الناحيه واحد اخرين تعذبت بزاف شيء ما يمكن تخيلي شنو داز عليا واكثريه في الوقيته اللي كنت حامله فيها لدرجه انه داروا لي شي حوايج باش باش يطيح لي البابي ولكن الحمد لله شوف انا جو سوي اون بيرسون تري فورت شتي انا ملي إن كنتفكر هذا الشيء عرفتي علاش كنبكي كي ب... باسكو كيبقى في راسي فريمون كنقول ما نستاهلش ولكن الحمد لله ربي كي كل حاجه كيدير فيها الخير كل حاجه كيديرها بوغ اون غيزون الناس <applause> علاش لا لا بالعكس ما نقدرش نقول انا ربي عطاني احسن كادو في العالم هي بنتي ما عمري ما كنت بنتي اللي فريمون تري حنينه واخا في عمرها غير عام ونص كتحن تحن فيا بزاف وتعطيني زعما لي بيزو لي كالان طول نقول لك واحد الحاجه ماشي هكاك الناس اللي نيه نيتهم كتخرج صافي هادشي اللي بغيت نقول لك الناس اللي نيا نيتهم كتخرج الناس كي كي كيقدروا يحكموا عليك من على برا ولكن ما عارفينش هما شنو وراء الكواليس شنو كاين انا انسانه كنصبر بزاف ولا شي نهار هضرت عرفيها كو صافي راه وصلت فيا العظم فهمتي الا طلقت سيكورا فريمون باش تطلقي من راجلك كتبغيه عرفي راكي صافي شتي الناس اللي كيقولوا كي فيك العياقه غير الناس اللي ما تيعرفوكش الحمد لله انا انسانه حنينه بزاف كنظن يمكن ديك لو تروك ما عرفتش واش نقول كاليتي ولا ديفو انا حنينه بزاف وظريفه ويمكن ديك الظرافه والحنان ديالي كيجيبها كيجيبها فيا والناس من كيشوفوك من على برا كيقول لك فيها العياقه علاش حيت كيشوفوك كتلبسي لي مارك حوايج غاليين اه ضربت فيهم كنستاهلهم اي حاجه كنلبسها كنستاهلها الناس كيشوفوك لابسه شي حاجه وهاديك شي غير فيك وهاديك شي مدرح وغير تشكشف انا شوف انا ما كتهمنيش نهضر الناس حيت لبستو فيك ولا ماشي فيك لبستو الراسي شريتو الراسي كنستاهلو كيف ما بغى يكون فهمتي كيف ما بغى يكون الناس كيشوفوك بواحد الطريقه واحدة اخرى علاش حيت كيشوفوك مهليه في راسك ما كيعجبهمش الحال يشوفوك مهليه بالزاف. 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 مالو غزمان. مالو غزمان في راسك بزاف بزاف مالوغوزمون في كاين الحسد بزاف شتي في اي بلاصه شوفي حنايا لي بيرسوناج بوبليك مهددين لهذا فضريبه الشهره ديالنا هي هادشي الشيء ولكن دي فوا كتقولي تخيلي واحد النهار نقول لك شنو داروا لي واحد المكانه ديالي اللي ضراتهم في راسهم ان سيغتان مومون مي ما عرفتش علاش لانه مكانه بالنسبه لي عاديه مشاو داو التصويره ديالها الماركه في برا ودايرين فيديو كيقولوا انا جيت نفرشك اسم العمراني سولاتو كتقول له بغيت نعرف واش هذا الموديل إل ولا ما كاينش تخيلي المرض ديال بنادم فين وصل سوبوزون هذا ما اي با لا لا سوبوزون بصح هذا ما كاينش الوغ كو سي موديل كي اللي انا زدت زدت ليه لي ديامون من على برا وصافي درت ليه اون بيرسوناليزاسيون دير اللي بغيت لا لا حتى ما كان ب دراهم حتى الدرجه الواحد في الغل والحقد والكراهيه في القلب ديالو شوفي <applause> انا بعد هادشي ديما وقع ليا سي بوغ قررت انني نكون بوحدي والناس اللي تيكونوا معايا سي دي جون اوغ انستغرام وما عندهمش مع هادشي ديال السوشيال ميديا و... وفي الليل كندخل نعس في داري بوحدي ونلعب مع بنتي ونعسها ونشم الريحه ديالها ونعس هذاك هذاك هي الدنيا وما فيها اللي بغى يقول يقول شي حاجه يقولها اللي بغى يطلع يطلع اللي بغى يربح 10 المليار الله يسهل عليه ويزيدو انا الحمد لله كل نهار كنفيق كنقول له حمدتك يا ربي وشكرتك على النعم اللي كتعطيني ويا ربي لما تخلي لي صحيحتي اللي نخدم على بنتي الاخر حتى نوصلها وتجوج ودير وليداتها ونلعب معاهم تا هما بيان سور العين حق مذكوره في القران يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عينه كل شيء كيتعين انا منين إن كنفيق كنقرا المعوذتين ونقرا ايه الكرسي وكندير الحرمة في الدار عندي كل نهار ونطلق القران وبسم الله توكلت على الله وكنخرج من داري ومنين كندخل لداري أه كنصلي صلاتي اللي خاصني نصليها وكنلعب مع بنتي ومنين كنجي الناس عاوتاني كنقرا المعوذتين آية الكرسي كنقول يا ربي لما تصبحنا على خير صافي الا ربي حداك وربي يحصنك هذاك هي هذاك هو كل شيء العين راها كاينه ولكن ما عندنا ما نديرو الوغ انا نقول لك واحد الحاجه انا غدا ولا من دابا ساعه ما نقدرش نعرف شنو كاين بوغ لانستون في هاد الساعة الحالية أنا باغا نرتاح مغالمة حيت دازو عليا بزاف ديال الحوايج اللي صعاب اللي بزاف ديال العيالات وكا كانوا في بلاصتي وكان راهم اون ديبرسيون اللي تنتحر اللي ديال... هاللي هاللي ما نعرف شنو ها اللي ما عرفت شنو انا انا الحمد لله جو سوي با سو جون دو بيغسون علاش حيت كنشوف بنتي كتزيد تعطيني القوه من كنشوفها كتضحك معايا وتقول لي ماما هذيك تتزيد كتزيد تشعل فيا ديك الحر ديال انني خاصني نكون مرا وقاده ديال بصح فهمتي وهذا ميساج كنوجدو نوجهه لاي مرا خاصك تكوني لالاتي ومولاتي ومرا وقاده انني باش نرجع لراجلي ما نقدرش نقول لك اه ما نقدرش نقول لك لا لان ما كنعرفش الظروف شنو تقدر تغير لانه هو كشخص ماشي خايب ماشي كنتمنى تبدل فيه هو شي حاجه ويبعدوا منه شي حوايج حويج حوايج اخرين وناس اخرين يعني وكان ما كانوا شي ناس اللي قراب ليلو اللي آه داروا لينا بزاف ديال الحوايج ديك الشيء شوفي ديك الشيء مسلسل انا راه خاصني نكتب مسلسل خاصني نكتب ليفغ شتي كتاب خاصني نكتبو على عارف هاد الشيء وعارف اي حاجه دزت منها وعارف الدرك آه اللي داز عليا وعارف كل شيء مي ما كيقدر بوغ لانستون يدير حتى حاجه تقدر تكون الشعوذه داخله في هذا الشيء و... وت... وتقدر ت... تقولي انه باسكو الناس قراب ليه بزاف بوغ لانستون ما قادرش يهضر بوتيتر ما ما نعرفوش انا كيفاش كيخمم ما نعرفش حيت انا, كي أنا بوغ لانستون لا فيغيتي الحاجه الوحيده اللي كتجمعني معاه الو اليانا الو اليانا نمشي نشوف اليانا نجي نشوف اليانا لا ما كاينش الحب اللي كيتسادغي سينو نكون إن كنكذب كن عليك ما, ما ما يمكنش ما يمكنش نقول لك ولكن بوغ لانستون نقدر نقول لك متجمد ما تنحس حتى بشي حاجه بوغ لانستون لا حب ولا كراهيه هذا هو اللي بغيت ما باغا شي راجل اللي غيزيد لي الهم في راسي بلا ما عندي ما ندير به انا قاده براسي وبعشره رجال بحاله غير بغيت غير راحه البال، وبنتي تكون فرحانه، و... و... وما تعيش في شي جو اللي ماشي هو هذا، شوفي الحمد لله والله دابا جو سوي كونتنت، عرفتي علاش بكيت راه غير حيت كنتفكر كان... شي وقات دازوا عليا صعاب وكنت فيها بوحدي، كنت فيها بوحدي وتا ماما مسكينه ما كانتش معايا. والغريب في الامر اني ما كنتش كنهضر ما كانش بنتي مسكينه هذيك الساعات كانت مازال ما جات كانت غير في الكريشه وماما ما كنتش كنقول ليها وما كنتش كنقول لخوتي لا حتى كنت كنسكت حيت انا انسانه صباره وما كنبغيش نقيس الناس بالانيرجي نيجاتيف نبغي نقول لهم كل يوم مراه وهما طيبين و, و... وكنتمنى انه هذا اليوم المراه يدخل عليكم بواحد القوه بواحد العزيمه ما تخليو حتى حاجه تهرسكم ما تخليو حتى حاجه تهرس لكم الاحلام ديالكم تهلاو في راسكم ولو بصابون الكف يعني ماشي ضروري يكونوا عندك لي موايان بزاف سي فغي كو الفلوس كتبدل ولكن تهلاو فراسكم راسكم غير بصابون الكف، انا نوريك ماما تبارك الله ما عمرها ما دارت حتى شي حاجه في وجهها من غير زيت اركان و وليكخون، هادشي اللي كدير في وجهها، ما عندها لا طاش لا 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 وحق الله لا طاش لا 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 ليبوغ لا والو، حنايا حنايا ولادها لي سوا بحرام كافيين، يعني المرأة راه شي حاجه زوينه في البلاد، المرأة راه راه سي كوم إلا الى اغوزيتيها كيف خاصها تاغوزا غتبقى ديما متفتحه الى زدتي ليها الماء بزاف راه غادي تغرق وغادي تموت و ما عطيتيهاش الماء راه غادي تنشف وغادي تموت دونك آه تعاملوا مع المراه كانهم خوتكم آه ماماتكم عيالاتكم آه النساء مع المرأت ولا النساء المهم النساء كانهم تعاملوا مع النساء كانهم آه ماماواتكم خوتكم وليداتكم آه وعيالاتكم اوسي والعيالات كلهم كنعطيهم نصيحه انهم خاصكم تعرفوا اننا راه حنا هما كلشي في البلاد روراء كل رجل عظيم امراه